رفعت روسيا فعاليتها في الهجوم الليلي الأخير المنطلق من غواصات بالبحر الأسود إلى مستويات قياسية تصل إلى 41%، وانطلاقا من كاليبر في الليلة الماضية جاء القصف بالصواريخ من سفن صاروخية ومن غواصات. عشرات من الصواريخ، سبعة منها جرى اعتراضها في تطور واضح لأداء المنظومات الغربية يتقدمها باتريوت. كان الاستهداف في لافيف عاصمة الناتو والمدينة الأقرب لبولونيا، وذلك بقصف مركز لقيادة الناتو، وأصيب جنرالان أمريكيان. وقد سمت وسائل الإعلام الإصابة بأنها إصابة مركز حساس جدا من البنية التحتية العسكرية في المدينة، فيما أصيب عسكريان أمريكيان تأكد بعدهما أنهما للاستشارة، وهما جنرالان في قصف عمارة سكنية سميت سكنية. في أثناء العملية الروس وجهوا صواريخهم الاعتراضية كاليبر نحو الشمال باستخدام دنيبر، أي باتجاه دنيبر، لكن الصواريخ غيرت اتجاهها نحو الغرب. مفاجأة خطيرة. الفقرة التي أمامكم من تقييم روسي أوكراني. وفي رسالة لقيادة الجو الأوكراني أشار أن الآف 16 اليوم هي وحدها وبشكل خاص يمكن أن تكون الوسيلة الضرورية لاعتراض ناجح للصواريخ الاعتراضية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الجريدة الرسمية تقريبا أو شبه الرسمية القريبة من المخابرات الأوكرانية خفضت الأداء بالنسبة لدفاعات الجو أو الدفاعات الجوية الأوكرانية بناقص 30%. الأمر يتعلق إذن بصحوة لدى الروس. قد يكون هذا مجرد دعوة إلى تزويد أوكرانيا بالآف 16 لأنها الوحدة التي يمكن أن تعترض فعلا هذه الصواريخ. إذن لدينا هذا المستجد، وهو اعتراف أكبر جريدة أوكرانية قريبة من المخابرات الأوكرانية بأن هناك تدهور في الأداء. المسألة الثانية أن أوكرانيا وخصوصا الرئيس زيلينسكي في الفترة الأخيرة أخذ ينتقد الجميع، أخذ ينتقد وهو يقول إني أعرف ما لديكم مثلا من هذه الصواريخ أو تلك، إنه يطلب بجسارة أكبر لأنه يحس بأن المرحلة الأخيرة من الهجوم اليوم، ما يسمى بالهجوم المضاد، هو في آخر أنفاسه، وإن لم يكن هناك أكبر أداء للغرب فمن الصعب تحقيق نتائج متقدمة، وإن لم تكن هناك نتائج متقدمة كما يريدها الغرب فإن مسألة المساعدات سيعاد النظر فيها. المسألة الثالثة أن هناك أخطر تقنية وأخطر مناورة. المسألة اليوم أن كاليبر يخادع، فتصوروا معنا أن هناك اليوم حالة إطلاق موجهة إلى دنيبر إلى الشمال، وبعدها مباشرة يصبح اتجاه الصاروخ في الغرب. فهنا هذه المناورة لم تكن مسبوقة، والآن الدورة الالتفافية تصبح معها الصواريخ أكثر كفاءة، فعندما تتجه مباشرة إلى الشمال ويصبح الوضع في الشمال ثم الضربات تكون في الغرب، هذا يعد أكبر خداع، وليس خداعا استراتيجيا أو خداع تكتيكي وحسب، إنما الأمر يتعلق بخداع تقني عالي المستوى، لأن الضربة تكون في اتجاه ثم تصبح الأهداف في اتجاه آخر. وهنا يطرح سؤال حول متى يناور الآن الروس في الغرب لقصف الشمال والشمال لقصف الغرب.
هذه التقنية المخادعة هي التي تطرح أكثر من سؤال في هذه المرحلة على وجه التحديد. وهل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ الأمر يزيد، إذ أن الوضعية الجديدة التي يمكن الآن العمل عليها أن هناك على الأقل 5 خلاصات. الخلاصة الأولى أن كاليبري الآن أصبح أكثر فعالية، رغم أن الإحصائيات الأوكرانية أخيرا وضعت نسب 98% 99.4%، مع اعتراض كاليبر وكل المنظومات الغربية على رأسها باتريوت باك 3 وباك 2 الاثنين معا، أي المسلمة إلى بولونيا والمنقولة من ألمانيا. وأمام كل هذا اليوم فيه خداع كبير لكاليبر نفسها. هنا يطرح سؤال رئيس، هل الذي يناور واقعا السلاح المنطلق أو الصواريخ المنطلقة من الغواصات أم من السفن الصاروخية؟ إننا إن فصلنا في هذا الخبر ودققناه تقنيا، فإننا يمكن اليوم التأكيد أن 88% إلى 90% من الكاليبر المنطلق من الغواصات يناور ويصل إلى أهدافه. ويبقى هنا سؤال مطروح حول قضية المناورة مع السفن الصاروخية، فرقاطات أو غيرها، السفن الصاروخية أي المدمرات أو الفرقاطات. فحالة الإطلاق هذه التي تكون فيها المناورة أساسا منضبطة لحالات الرادارية، لكن في الاتجاه الآخر مع الغواصات يكون الأمر مختلفا. الآن فيه بيان لسلاح الجو الأوكراني، فيه على الأقل إشارة واضحة إلى أهمية الآف 16، وأن الآف 16 وحدها التي يمكن أن تعترض هذه الصواريخ التي ينقلب اتجاهها. المسألة الثانية أن قضية الصواريخ الكاليبر المنطلقة من الغواصات لابد إذن من ما سمي بالطائرات التي تتعاطى مع هذه الصواريخ، أو التي يمكن ضبط فيها الغواصات، ونحن نتحدث عن بوسيدن أساسا والدخول في تحديات أخرى مع السلاح البحرية، وخصوصا السلاح البحرية اليوم فيه جزء مهم جدا اسمه الغواصات، وقد وصل إلى أهدافه بالمناورة بالإطلاق نحو الشمال ثم التحول نحو الغرب. وأيضا بالنسبة لهذه الصواريخ المنطلقة من الفرقاطات أو المدمرات، أي من سفن السطح، وكل هذا نجده بنسب عالية تتجاوز الآن 60% على أقل تقدير. الخلاصة الثانية أن سلاح الجو يتعاطى بموضوعية أكبر، لأن الهدف ليس فقط إثبات أن باتريوت لديه ما لديه. الآن يقول الأوكران بأن باتريوت فاشل، لأول مرة فيه إيماءة واضحة بأن باتريوت فاشل ولا بد من الآف 16. إذن هنا ضربة قاسية للباك 3 والباك 2 أيضا بالنسبة لباتريوت. المسألة الثالثة أن أوكرانيا الآن وعبر سلاحها للجو أصبحت تتحدث عن شيء آخر، تتحدث عن المناورة التي لم يستخدمها بعد الروس، أي أن هناك مناورات ما دام فيه مناورة الآن بالإطلاق نحو دنيبر أي نحو الشمال، فتصبح الوضعية تماما في الغرب. فهذا يعني أننا أمام مناورات أخرى لم يعرفها بعد الأوكران. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن قضية العقوبات فشلت. هناك 100 صاروخ الآن يصنع ومن داخل العقوبات، و100 صاروخ أقلها كاليبر. إذا كينجال نتساءل في أي مدى الآن، إن كان كاليبر قد حقق ما حققه الآن وبنسب عالية، ف
فبالنسبة للكلمة الاعتراض يضع ألف سؤال. وهنا الخلاصة الخاتمة أن قضية كينجل في هذه المرحلة وأمام تصنيعه وأمام رفع الآن من منسوب تخزينه إلى 120%، عندما نرى كينجل يؤدي هذه المهام، إن كان كاليبر قد أداها بهذه الطريقة التي تصل إلى 60%، فإن كينجل يصل إلى 100%. ولم يعد هناك شك الآن انطلاقا من نفس خلاصات الصحافة والبيانات الرسمية للجيش وللقوات الجوية الأوكرانية بأن مثل هذا الوضع الآن أصبح أكثر انكشافا، وهذا يعطينا أفقا مفتوحا للقول أن الضربة التي حدثت البارحة زلزلت كل التأطير الذي عمل عليه الأوكران، وأصبحوا يعترفون بالمئة بالتصنيع من داخل العقوبات، أيضا بالنسبة للآف 16 وإمكانية أن تعترض صواريخ الكاليبر إلى آخره، بمعنى أن الدفاعات الجوية الآن في لفيف وهي الأكثر العاصمة، عاصمة الناتو على حدود بولونيا، وهناك سقوف مباشرة لباتريوت ولغيرها. إذن أمامنا صعوبة القبول الآن بأن تل أبيب تقصف بهذه الدرجة بهذه الكفاءة ومع خسائر في صفوف الجنرالات الأمريكيين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.